نحكي على مهرجان اتحاد الإذاعات العربية، المهرجان اللي ينطلق نهار 19 يتواصل حتى نهار 22 أكتوبر. نقابة الفنانين التونسيين أصدرت بيان تعرب فيه على تحفظاتها الكبيرة بخصوص برمجة عروض المهرجان اتحاد الإذاعات العربية الموسيقية للسنة، وخاصة لحظة تغييب كلي للفنان التونسي مع اللي قالوا هما احترام كبير للفنانين اللبنانيين المبرمجين في الدورة. دونك هما مش فنانين لبنانيين، فما فنان لبناني، فما فنانة لبنانية اللي هي نانسي عجرم، فنان سوري اللي هو نصيف زيتون، وقع برمجتهم. والنقابة تحفظت على هذه الأسماء وقالت احنا نحترمهم، غير أنه لابد من مراجعة الاختيارات الفنية بتشريك فنانين توانسة لهم قيمة ونجومية ومقدرة فنية وجماهيرية عريضة لا ينكرها إلا جحود. دونك معنا كاتب عام مساعد نقابة الفنانين التونسيين شيبة. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا هادي، مرحبا بيك، تحية ليك وتحية للفريق العامل معاك وتحية للسادة المستمعين. فما اتهام لمهرجان اتحاد الإذاعات العربية حسب البيان بالجحود. نعم طبعا، هذا أكيد هذا جحود وهذا نكران، ونحن معناتها كنقابة بعد ما اجتمعنا نهار كاس اللي فاتت في اجتماع خارق للعادة طبعا دولنا فيه عديد المواضيع بخصوص العمل النقابي اللي قمنا به واللي باش نقوموا به، وكان عندنا تحفظ كبير برشا على ما قام به هذا المهرجان من تغييب كلي للفنان التونسي، وهذا بصراحة ما نجمو كان احنا نستنكروه وما نجمو كان نقولوا لا، وعليها ثلاثة أسرة لا لعدم تشريك ولغياب الفنان التونسي في مثل هذه التظاهرات اللي تسوق للمنتوج وال يعني كل الاشياء اللي منها انها تقدم نور. هل وقع الاتصال بالمسؤولين على المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون؟ والله حسب ما نعرف انه طبعا بعد الاجماع الكلي، اجماع يعني كامل الحاضرين الاجتماع، انه السيد رئيس الهيئه الاداريه الفنان الكبير لطفي بوشناق، وطبعا قام بالاتصال بطبعا هيئه المهرجان، ويعني سي لطفي وصل المعلومه انه عندنا تحفظ كبير برشا بخصوص هذا الغياب. نور، ماهيش توصيل معلومه بقدر ما هو جلوس واستفسار وبحث ونقاش حتى لا يكون بيان متسرع، لانه البيان يصدر بعد ان يقع معناتها كما نقولوا استفاء كل الإجراءات الودية، هيئة المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون موجودة في تونس، القائمين عليهم موجودين في تونس، ويمكن الاتصال معهم بشكل مباشر، ويمكن تأخذوا أنتم تفسيرات أو توضيحات، وعلى بناء على تلك التوضيحات أنتم تنجموا تأخذوا القرارات متاعكم. أول القرارات هو بين الاستنكار. والله شنو هي التوضيحات هذه اللي تحب نسمعوها بربي؟ هذا مهرجان يقيم على التراب التونسي، يقام على التراب التونسي، هذا مهرجان معناتها من المفروض يحترم الفنان التونسي، ومن المفروض يعطي اعتبار للفنانين والنجوم التوانسه. فبالنسبه لنا انا معناتها ربما كان اتصال ودي ما بين رئيس الهيئه لطفي بوشناق والمهرجان، ولكن احنا كنقابه واحنا كمكتب تنفيذي وهي اداريه ما فهمناش استفسارات اكثر من بعد هذه البرمجه اللي تقصي الفنان التونسي. وهذا البيان يعني واضح وجلي يصدر طبعا، اصدر بعد انه اجتمعنا وقررنا انه ربما نهبطوا بيان استنكاري لغياب الفنان التونسي في هذا الفنان التونسي. نور كان حاضر لانه قبل في الدورات السابقه، يعني 2017 صابر باعي كان موجود في الافتتاح، يسرى محنوش 2015 كانت موجوده في الاختتام، واثناء كذلك فما فقره باش تقوم بها فرقه تونسيه بالتنسيق مع مؤسسه التلفزه الوطنيه. لا والله اجا نقول لك معناتها قبل كانوا عندنا نجوم وتوا ما عادش عندنا نجوم، يعني قبل كانت تبرمج النجوم توانسه وتوا ما زالت عندنا نجوم توانسه وما زالت عندنا اصوات تونسيه، وربما انه نبرمجوا فنانين اخرين مرحبا بهم، وتونس بوابه لكل الفنانين العرب من خلال المهرجانات للكل، ولكن ربما زاد يلزمنا ننظر شويه للفنان التونسي ولا نعطيه اعتبار، وخاصه انه ما زلنا قادرين ان نؤسس سهرات في مثل هذا المهرجان. نور في اتصال مع هيئه المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون
لقينا بعض المعطيات اللي ماذا بين لو كانت نناقشوهم مع بعضنا. شو يقولون؟ يقولون فعلا نتفهم هذا الاستياء، غير انه وقعت مفاوضات مع فنانين توانسه. الفنانين كما قلتوا انتم في البيان فنانين معناتها لهم قيمه ونجوميه ومقدره فنيه وجماهيريه عربيه عارضه، طلبوا مبالغ ماليه كبرى، واحنا كمهرجان ومنظمه ما ندخلوش فلوس. يعني اذا الفنان ماهوش باش يعمل لنا يعني سعر رمزي على الاقل، فنحن ما نجموش نبرمجوا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه يقولوا انهم تمت المفاوضات بسهوله تامه وبسلاسه كبرى مع نانسي عجر ونصيف زيتون، ولهنا الاشكال كان بخصوص اصرار بعض الفنانين التوانسه اللي عندهم قاعده جماهيريه عربيه واسعه، اصرارهم على تلقي مبالغ يعجز المهرجان على توفيرها لهم. انا ناكد لك واتحمل مسؤوليتي الكامله انه لم يتصل حتى حد باي فنان تونسي، وصعيب برشا انه الفنانين التوانسه يعطيو مبالغ ربما كما قلت عليها توا ما نتصورش معناتها في مثل هذا الظرف. احنا نتفهم الوضع نتاع البلاد الاقتصادي وغيره، فنتصور انه ما تمش الاتصال بحتى فنان تونسي. وبصراحه الاستياء جاء من عديد الفنانين التوانسه، من عديد الاصوات التونسيه، خاصه معناتها اللي عندهم نجوميه عربيه، والناس الكل متفاهمه انه يحبوا يشاركوا في المهرجان هذايا. ولكن بالنسبه لي انا بين قوسين خانها ذريعه قلت مسحوره، هو على الاقل النقابه على الاقل المهرجان ربما تفهموا هذا الاستياء، وانك تفهم هذا الاستياء انك انت تعطيني الحق في اني نصدر بيان او اني نتحفظ على مشاركه الفنان التونسي. هل سيكون تحرك النقابه فقط هو بيان وتحفظ، والا باش تنوي النقابه انها تصعد نحو اجراءات اخرى؟ والله في المستقبل هو احنا رفعنا ناقوس خطر، مش كان على مهرجان الاذاعه والتلفزيون، على كل ربما مهرجان او كل مناسبه او كل حاجة تغيب الفنان التونسي وتخسي الفنان التونسي. البلاد هذه بلادنا احنا رانا معك نور. انا مانيش نحكي نور على شعارات فقط، بقدر ما نحكي على حاجات للمستقبل. يعني اليوم انتم هبطوا البيان وباش تبقاو تتفرجوا في المهرجان، والا عندكم خطة تصعيد؟ اذا كان هيئة المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون لم تبرمج فنانين توانسة، وهذا حق يعني ضروري وواجب بالنسبة لهيئة المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون بما أنه يتقام في تونس، وبما أنه كذلك الهيئة متاعه إدارته بالأساس تونسية، أنكم تصعدوا نحو إجراءات أخرى ماذا بينا نعرفها لو كان أنتم ماشيين في الاتجاه هذا، وإلا فقط البيان والاستنكار في حد ذاته هو أقصى ما تنجم تعمله هذه النقابة؟ لا، هو ربما ورقه حمراء باش نعطيوها احنا للمهرجان. تخذيت الورقه الحمراء الحاجه اللي من بعد ورقه حمراء. لا احنا ما عندناش فنانين توا يتبرمجوا في اخر لحظه، هو ما تقليل من كرامه الفنان انه بعد البيان هذايا رانا سامحني يا باش نبرمجوا فنان تونسي وطاح الكف على ظله. لا احنا نحكيوا على المستقبل، في مستقبل القادم انه يلزم اعاده الاعتبار للفنان التونسي. باش يقع موقف من النقابه او موقف فعلي مثلا، ما نعرفش انا شكل من اشكال التحرك، مانيش عارف انتم كيفاش. هذا ان شاء الله باش نقرروه في الاجتماع القليل القادم باذن الله، باش يكون عندنا تحركات اخرى باذن الله في هذا الموضوع. يعني بالنسبه للبرمجه، انتم توا تعلموا المهرجان العربي الاذاعه والتلفزيون تقولوا له راهو احنا كفنانين توانسه بالنسبه للدوره نتاع السنه ماناش جايينكم حتى لو كان استدعيتونا. لا احنا مقاطعين المهرجان، وادعو كل الشرفاء الى مقاطعه هذا المهرجان اللي ما عطاش احترام للفنان التونسي وغيب النجوم التوانسه على هذا المهرجان بكل صدق، لانه اهانه كبيره لتونس. احنا كي قابلنا سيدة رئيس الجمهورية نقابة الفنانين قال لنا كلمة، قالنا في انقاذ الفن انقاذ الوطن، وفي اهانة الفنان اهانة للوطن واهانة لتونس. انا نعتبر بصراحة احنا حاشمين برشا ومتحفظين برشا على غياب الفنان التونسي في مثل هذا المهرجان اللي يقام على التراب التونسي واللي فيه ضيوف عرب. نضم صوتي الى صوتك نور، ونأكد حاجة انه الفنانين كذلك التوانسة
من غير ما نسمي القائمة طويلة، محمد جبالي، نبيها كراولي، نجاة عطية، صوفيا صادق، أمينة فاخت، لطفي بوشناق، لطيفة العرفاوي، اللي هما كانوا حاضرين كذلك في كثير من الفضائيات العربية كضيوف عندهم وزن، وأوقع معاملتهم كنجوم في فضائيات عربية. واليوم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وجب عليه كذلك التفكير فعلا في سهرة على الأقل تونسية ضخمة، لأنه يقام على أرض البلاد هذه، البلاد اللي صدرت كثير من الأصوات وكثير من الأغاني التونسية اللي تتغنى في العالم العربي الكل. إن شاء الله يا ربي هذا الخلاف يقع حله قريبا جدا. نشكرك برشا نور شيبة، شكرا على كل هذه التوضيحات.